خرطوشة ولا حرف. بابا اللي هرب مني هقتلها. مين يا خرطوشة؟ لا بنتي. يا علي يا خرطوشة، هتقتل بنتك؟ أنا حيقلك يا زمار. لا دي بنتي أنا. ما تلبسش نفسك جنافة واللي عندك يا خرطوشة. أنا خلاص مفيش حاجة أخاف عليها حضرة الظابط. أنا بتعامل زي برميل البنزين، اللي هرب مني وسخنه هيفرق في وشه ويولع في الكل. قلت أنا خلاص مكانك. خلاص اهدى اهدى اهدى. ارمي السلاح اللي في ايدك يا حضرة الظابط. بقول لك ارمي. هاتوا هنا هنا. اوقف مكانك. اهدى بالله واعقل وارمي السلاح. لو اتحركت خطوه هقتله. وتقتله انت ليه؟ مع انك البيعه دي الضابط اللي تتاخد منه طبنجته ما يلزمناش تاني. ها؟ هتيجي اغلى من الضابط يا خرطوشه؟ انا بعترف يا باشا. انا بعترف ايه؟ انا تاجر سلاح يا باشا. انت تاجر ايه؟ تاجر سلاح يا باشا. توجع توجع يا باشا. معايا تاجر سلاح يا باشا. سلاحك بيوجعك؟ ايوه يا باشا. بتتاجر فين؟ في السلاح وبساعده في المخزن يا باشا. فين؟ في المخزن يا باشا. حارب انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟ خد الزبون يلا يلا. يا عم انت صدقت نفسك ولا ايه؟ انت احسن ابنك كانت ايدك علت يا عم ولا حاجه؟ كانت هتيجي في دماغك ولا زمانك شهيد؟ والله تخيل انت بقى شهيد معتز. قوم يا عم امسك ده الحرز يلا عشان النيابه تشوف شغلها بقى. خلاص بس تضرب يا شباب. اتفضل يا فندم. المخزن جوه كده يا فندم. المخزن جوه يا فندم. مؤاخذة. شمع يا ابن السندي دي. اجي اركبه معاك البوكس لو تقيل عليك يا حامد. كلني يا تصغر. الواد حمد عمل لك حاجة ولا ايه؟ عيل جمال داخلين المأمورية وانت مزنوق مع الجدع جوه وده بيقدم رجله واخر رجله بيقدم رجله واخر رجله. انا جاله تليفون تليفون واحنا داخلين المأمورية. عيل سيس يا عم. طبعا عيل سيس. لما يبقى ظابط محترم داخل المأمورية ويديله تليفون يبقى عيل. يا دي الكسفة. بس دوم يا صباح الفل يا ست الكل. صباح الخير يا حسام. ايه يا ابني انت فين؟ كلمتك كذا مرة ما بتردش عليا ليه؟ والله كان عندي شوية شغل لسه مخلصه. طب ما تتأخرش عليا بقى. يا حبيبتي مسافة السكة. بس انت بصير العروسة. بسيتك العافية يا حبيبي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام. مع السلامة. صباح الخير يا ابوي. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا جابر. صباح الخير يا عريس. قوم يا عاد قوم قول لهم يجيبوا لنا القهوة. عمرك يا سيدي الناس. لا افطر قطري اكلك. هي سبع ولا ضبع؟ 107 يا ابوي. ايه رايك في نجاوة ابوك؟ ما فيش احسن من كده يا ابوي. خير ما اخترت. يلا شد حيلك وتجدعن. عايزينك تملنا البيت عيال عشان نبقوا عزوة. حد يبقى ابوه الكبير ويحتاج عزوة تانية. المهم نتكلموا في الشغل. حاضر يا كبير. عاوزك تشد لنا مكتوب للخواجة البيع على اللاب توب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة. أمرك يا كبير. يا مسهل يا رب. هيسهل. تخافش هيسهل. بس انت شوف شغلك. دياب سفر اتفق على عملية جديدة واحنا هنا قاعدين زي الولاية ويدنا على خدنا. نفسي اشوف فيهم يوم يابا. نفسي اشوف فيهم يوم. بدل ما تقعدوا تقروا وتكتب دي روحوا اشتغلوا زي ولاد عمكم عشان تبقوا رجالة مالوا خلقاتكم. نشتغلوا كيف وهم واكلين السوق كله وبيهموا لنا الفتافيت. يعني يا ابوي هو احنا نعرف ندخلوا حته سلاح واحده في البلد دي من غير ترعمي؟ ها
ده كان دخلها بالنار من غير ما نصعبه عليه وتوانى بلابيسي كمان لانكم هفيه وملكمش وزن. خبري عادي يا ابوي، ناقصين هم احنا. ايوه ناقصين مخ ومعارفينش تفكروا صح. وايه هو الصح عادي يا ابوي؟ خليهم يشتغلوا ويلموا الفلوس عشان نصيب منصور واد نجيب اختكم، هم ليهم غيره. وفرد جابر خلف واد تاني من ايمن من حريمه، عن يعملوا ايه وقتها؟ او دياب خلف من حكمه بنت التراشني، ولو برضيك هيبقى لنا في فلوسهم نصيب منصور الصغير واد نجيب اختكم. وده يجي ينبحر فلوسهم. احنا وقت تسند يسير بدل ما نتصادموا مع منصور ونروح كلنا في توكر. شفت يا محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شفت؟ ووعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر، ازيك يا سي جابر؟ ازيك يا محروس، كيفك؟ الحمد لله. مش معادة يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك، جيت افرج محروس على الشغل وبيجي واحد منينا. بالك انت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن، كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع، ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. أمو يا رجالة قوام قوام. هزعل عليك قوي يا عم. معتصم ايه؟ لا يا باشا، خد الزبون. تعال يلا 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 تعال تعال. الف مبروك يا باشا على العمليه والترقيه. الله يبارك فيك يا طاهر، البركه فيك، انت الجندي المجهول. ولحد امتى هفضل مجهول يا باشا؟ لحد ما العملية تخلص. الله، ما هي خلصت خلاص، خلصت يا باشا. جابر مات ودياب اتمسك، لسه راس الحية منصور. طب بمناسبة منصور بقى يا باشا، خد بالك شكله ناويلك على نية سودة، وهو ده اللي خلانا اكلمك واجيلك. وعرفني منين؟ معرفش، بس شكله كده سأل وطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وقبضت على دياب. ماشي ماشي، خد بالك من نفسك يا باشي. ما تقلقش عليا، انا عايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات. عايز امسك منصور متلبس ونوصل للجماعه اللي بيتعامل معاهم بره مصر عشان نقفل العمليه على نظافه. ساعتها بقى حلو، اوعدك ان انا هكلم الساده المسؤولين يرقوك ويدوك مكافاه.
يدينا ويديك طولة العمر يا باشي. يعني بس كنت يعني محتاج مكافأة كده صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها. اصبر بحوشهم لك عشان يملوا عينك الفارغة. طب ان شاء الله ورك فارغة حتى اصبر به نفسي. يعني مش مكفيك اللي بتهلبه من منصور وعياله؟ ماني لازم اعمل كده يا باشا عشان يصدقوا انني معاهم. طب اخويا استنى. يا ساتر على الدناوة. ايوه كده يا باشا. خد الخمسينية دي حل بيها بقى. وهو البق ده برضه يا باشا يتحلى بخمسيناية. ده أقل تورتايه النهارده بأكتر من 100 جنيه. تورتايه؟ بلاش تورتايه. خليها عسلياه. هي أفيد ليك ولصحتك بدل ما تتخن. لكن أنت لما بتتخن مخك بيتخن. سلام. سلام يا باشا. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم دياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة 12/6 للنطق بالحكم. رفعت الجلسة. ما أنا أنت ود الهلالي. مفيش احلى من كده. 4 ايام في البحر، لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقال قوي يا حسام. طب اسمعتيني يا بنتي؟ مش سامع حاجة. تستهبل؟ حلفي. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب. الحمد لله يا رب. هبقى أب، هبقى أب يا بحر. بس بكرة هجيب حاجة. لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة. عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما انت كريم يا رب. اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر. يا ابو سلمى الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان الجنيه دي هاخد الجنيه دي اديني منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وفي حلاوه حمايه كمان دي بقى. اه عشان الجنيه دي انا هاخد الجنيه دي وانت تسمع الارض الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك. مع الف سلامه. ماما. ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقل لي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الف مبروك. ده حسام الله. هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب كرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم ده؟ بوتاسيوم صح؟ ده اكيد بيعمل حاجه. التفاح اكيد بيعمل حاجه. أوه. يا محمد ده وقتك. الو. ها يا محمد خير ان شاء الله؟ ما تحذر فزر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته. قول لي انت في ايه؟ سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره.
بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. ألف مبروك يا حضرة الظابط، بسم الله ما شاء الله. ده أنت جيت تحت درسي، 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعة. وأنا تحت أمر تدوير مكتب سعادتك. أما أنا عارف إنك تحت أمري، غصب عنك تحت أمري. أنت مش عاوز أي حاجة؟ ولا حاجة. بص لإيدين أمك بس وقولها تتعلم. خد بالك مني لغاية ما أرجع ياض. إيه يا عم أنت مالك مستعجل كده ليه؟ بقول لك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما أجيلك. سلام. علشان أنت هادي. انا هاخد لك النادي علشان انت يا هادي. انا هاخد دي بدلها كيوي. الكيوي اكيد برضو ليه لازمه. يلا سلمى بص بقى بجد سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا بكلمك هديتك يا علي. يا الله يا الله. ادخل. خير يا فندم؟ في خبر مش كويس بس لازم اقوله لك. في ايه يا فندم؟ حاجه قلقتني. في افراد مجهولين اقتحموا اليخت اللي فيه المقدم حسام وزوجته سلمى واعتدوا عليهم بالضرب. امتى حصل ده؟ النهارده الصبح. طب وحسام كويس؟ حسام دلوقتي في العنايه المركزه في مستشفى في الغردقه. طب وسلمى؟ سلمى تعيش انت. شد حيلك يا محمد. الحمد لله على السلامة يا حسام، نورت بيتك. يا حسام؟ بقول لك نورت بيتك. توحد الله كده. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا عارف إن الصدمة كانت شديدة بس ده قدر ربنا ولازم نقبله. نعم بالله. نعم بالله. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تقعد معانا في البيت اليومين دول، على الاقل تبقى وسطنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا هبات هنا يا محمد مع سلمى. استهدى بالله بس يا حسين. سلمى هتقعد مع سلمى ازاي بس؟ انت مش مصدق ان انا هبات مع سلمى؟ والله هبات مع سلمى. انت فاكرني مجنون صح؟ اخوك ما اتجننش، هبات مع سلمى وانت روح. سامع صوتها تنده لي جوه. روح انت عشان ادخل لها. حسام ايوه يا محمد، عينيك على اخوك، مش عايز يتهور ويبوظ العمليه. انا وافقت اطلعه عشان ظروفه بس. ما تقلقش يا فندم، حسام مهما حصل برضه ظابط عنده خبره وعارف حدوده كويس. ماشي سعد.
اطمن، احنا كلنا جنبه. ماشي يا باشا، مع السلامة. ارمي سلاحك اتراوغ! انزل على ركبك! براحتك يا ولد الهلالي، اقبض علي. انا طالع طالع، وانت ما هتشوفش مرتك واصل. حسام، لا يا حسام، حسام! حسام! سامحنا معتز، سامحنا صاحبي. والله العظيم ما كان قصدي، انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش قصدي. انا كنت في دنيا تانية يا معتز، ما كانش في دماغي غير سلمى وطارة. معتز، استرها يا رب، استرها يا رب عشان خاطر بنته ومراته. معتز حبيبي، حسين حبيبي، ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل له يا حسين؟ الحمد لله. ايه اللي عمل فيه كده؟ استهدي بالله بس. انت كنت فين يا حسين؟ انا كنت موجود والله. احنا حصل ايه؟ حصل تعامل اثناء المأمورية. ف الله يحرق المأموريات بتاعتك على الشغلانة بتاعتكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده. اهدي بس يا مدام ايمان، ان شاء الله خير. طب الدكتور قال لك ايه؟ هسأل الدكتور، هسأل الدكتور عن الحالة. طب روح اسأل الدكتور يا حسام. ليه يا معتز كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيك كده. بس انت غلطان برضه يا حسام، ما كانش المفروض تعمل كده. في بلد فيها قانون. خفت المحامين بتوعه يطبخوها ويطلعوا منها، انت عارفهم يعملوها. احسن لو كل واحد عمل زي كده احنا بقى عايشين في غابه. غصب عني يا محمد، ما قدرتش امسك نفسي. عموما انا والمجموعه اللي كانت في العمليه شهدنا ان منصور كان عاوز يقتلك، وان انت قتلته دفاعا عن النفس. كنا معتز اتزحلق في العمليه ووقع. ليه عملت كده؟ غصب عني، ما قدرتش اورطه. قال لله يا فندم. حياتك البائس. نقيب محمد الهلالي يا اخويا. بقى في حياتك يا فندم. حياتك البائس، اتفضل. ترى نقدر نعزي مدام ايمان؟ ايمان منهاره من ساعة اللي حصل. قافله عليها اوضتها ومش بتطلع خالص. خدت حقنه مهدئه ومفيش فايده. كل ما ادخل عليها الاقيها ماسكه صورته وبتكلم. ربنا يصبرك ايمان. ربنا صبرنا كلنا. هي دي بنت معتز مش كده؟ ايوه، اتيتمت بدري. انا اسف، والله العظيم اسف، مع اني عارف يا بنتي ان اسف مش هيفيدك. متاكد انك لما تكبري وتعرفي ان انا كنت السبب في حرمانك من ابوكي هتلعنيني الف مره. مش بقيت تفكري تقتليني، وهيبقى عندك حق، نستاهل اكتر من كده. حسام، حسام، انا بقول يلا بينا، يلا يلا. معلش انا اسف يا فندم، ويا ريت تنقلي تعزينا لمدام ايمان. معلش الباقي في حياتك مره تانيه. شكرا.
هي أقوال. أنا حقول لجنابك على كل حاجة يا بيه. قول. حسام بيه كان موانس مع الكبير يا سعادة البيه. بيطلع مين حسام بيه؟ ومين الكبير ده؟ حسام بيه الهلالي الضابط اللي قتل الكبير، والكبير يبقى المعلم منصور الله يرحمه. كان موانس معاه ازاي يعني؟ ما هو كان فيه شغل بيناتهم يا سعادة الباشا، وحسام بيه الهلالي كان بياخد نسبته في كل عملية بيعملها للكبير على داير المليم يا سعادة البيه. كمل. وبعدين يا سعادة البيه في يوم حسام بيه طمع وطلب من الكبير نسبة أكبر من اللي بيديها له يا سعادة البيه، راح الكبير رفض. حسام بيه خلي بيه يا سعادة البيه وكبس على الرجالة هم بيستلموا البضاعة، كل ده عشان يلوي دراع الكبير. وراح يا سعادة البيه قتل له جابر ولده الكبير وسجن له دياب ولده الصغير. راح الكبير ما كتبش خبر وراح قتل مرات حسام بيه الهلالي. حسام بيه النار جدت في قلبه، راح قتل الكبير عشان ينتقم منيه يا سعادة البيه. وايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده؟ هو ولا مؤاخذه يا باشا، الحاجات دي عليها دليل. طب ده حسام بيه بعد كل عمليه ما كانش بيبقي من حسابه للكبير الله يرحمه ولا مليم واحد. كمل. وبعدين؟ هقول لك يا باشا، الكبير الله يرحمه كان راجل حجاني وبيخاف ربنا، ده حتى في اواخر ايامه بعت لحسام بيه في شقته اللي هي بتاعت مساكن الضباط دي صندوق مليان فلوس، يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه. عندك اقوال تانية؟ انا قلت اللي خلص ذمتي قدامك يا باشا. سيادة المقدم حسام. ايه يا باشا، انا المقدم حسام. اتفضل معانا. اتفضل معاكم. على فين يا باشا؟ عندي امر بتفتيش شقتك. شقتي تتفتش ليه يا باشا؟ يا فندم شقتك اللي في مساكن الضباط. يا باشا حضرتك متاكد؟ اكيد في حاجه غلط، في سوء تفاهم، اختار مش مظبوط. لا مفيش حاجه غلط حضرتك، لما نفتش هتعرف. وعموما احنا معانا اذن من النيابه. انا اسف يا فندم مره تانية، ويا ريت ما نضيعش وقت بعض. يا فندم اكيد في حاجه غلط. استنى عشان ما عايزني النيابه فعلا. المهم يكون تخول خلاص، ما فيش حاجه. طب حسام عايزها. في حاجه غلط اكيد هعرف فيه واجي على طول، ما تقلقوش. يلا ماشي يا باشا، انا تحت امرك. توكل على الله.
اتفضل. يلا ما تفرجوش علينا الشارع. يلا خلي بالك من نفسك. خد امك وادخلي. يلا اتفضل يا باشا. نمشي قدام. اتفضل يا بيه. البيت كله قدامك. حضرتك تقدر تفتشه ملي ملي يا باشا. اتفضل. كسروا في البيت كمان. كسروا في البيت. حاجة ساعدكوا؟ يا باشا مش قصور شغل دي يعني. الصندوق ده بتاع احسن بيه. بتاعي كنت جايبه ايام الله يرحمها. حته من جهازي. اي نعم يعني مش غاليه بس اهو. والفلوس اللي جواها دي الفلوس دي انا ما اعرفش عنها حاجه يا باشا. حسام بيه احنا اسفين مضطر اقبض عليك. باشا انا عندي شهاده مهمه ومصر ان انا اقولها علشان اخلص ضميري قدام ربنا. اتفضل قول. انا شفت المقدم حسام وهو بياخد شنطه من الخير رجاله قبل العمليه وكان انت متاكد؟ انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجاله دي تبع منصور. بس بعد الاتهامات اللي اتوجهت له اتاكدت شكوكي عشان كده جيت اخلص ضميري قدام ربنا. انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل إدانة واضح للمقدم حسام؟ يا باشا هي دي الحقيقة. والمقدم حسام غلط واللي غلط لازم يتعاقب. أمرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيب الهلالي 15 يوم على ذمة التحقيق على أن يراعى له التجديد في الميعاد. جاهل يا ست المقدم زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد اولا الرقصة حنجلي والنسر اللي معلقه على كتافك هخليه ينهش بقلبك نهش وقول لك تار منصور الكبير وما راحش محكمة يا حسام المحكمة استعملت معاك الرأفة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الهلالي بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاس وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط. ايوه يا سيدي يا واد ومنصور كمان وزي القمر شبهك. الف مبروك يا ابو منصور يتربى في عزك. يبارك فيك يبارك فيك يا ولدان يبارك نفسي نفسي اشوفه نفسي نفسي اضمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طه مش عارف اقول لك ليه انت من النهارده دراع يمين. انا ما عملتش حاجه ده انا ما عملتش غير الواجب وبعدين انا لحم دافي من خيرك. بس هو يعني حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست حكمت بخير والحمد لله. بس فيه مخزن من المخازن اتسرق.
ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمة أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما أنت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق، ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجر يعمل كده، ده أنا خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر، تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني أنا ما أعرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي ده كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة تشم خبر. واحده عريان فوت واحد نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ إيه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمة. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيالي. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عمولة برضك؟ ما قدمناش حل غير كده. أنا عارف إنه طماع وبيستغل وضعي، بس نعمله إيه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجة ناكلها. عيني. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمة مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على راسي يا عمهم، ومن النهاردة يحرم عليا اذيتك لوم الدين. يعني خلاص لعله اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين. بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعله ايه اللي حدفك الحادثه السودا دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد وكانت القضيه ست شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف أنا طول عمري شغال في البلطجة، قلبت التخصص وقلت أشتغل في النصب، طلعت الطلعة والتانية وللأسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا أخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجة والأشياء بومبون، إيه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفة، علم، شياكة، أخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم. ما يقع الله الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يقع الله الشاطر. يا حسام باشا، انا عايز اقول لك على حاجه. ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حقك غلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي. سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا؟ ايه؟ في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص. نضاره مش شايف اي حاجه خالص. لعله عشان خاطر حسام باشا النضارة. الله يكرمك يا رب. حبيبتي وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا ابني يا عم، في ايه شايف على الفريق ولا ايه؟ ايه المنطقة المعفنة اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا لا لا، خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. طمني عليك، اخبار الشغل يا محمد؟ والله الحال مش ولا في سلاح كتير قوي داخل البلد ومش عارفين مين وراه. انا عارف،
عارف. عارف. تحب اقول لك مين؟ دياب البطاشه يا فهد. مش شرط يا حسين. لا شرط، وانا متاكد من اللي بقوله لك، ولو تحب ادلك على اللي يسلمه لك ادلك. والله لو كلامك صح دلني عليه. في واد اسمه طاهر المصطفي شغال في الاداره عندنا في البوفيه متطوع. الواد ده انا كنت زارعه وسط البطاطش عشان يجيب لي اخبارهم اول باول. وازاي واد مهم زي ده شغال في الاداره ومحدش يعرف حاجه عنه؟ لانه كان عميل سري، محدش يعرف عنه حاجه. واول ما القضيه خلصت مهمته خلصت، وبعد اللي حصل لي طبعا محدش يعرف عنه حاجه. ولسه شغال في بوفيه الاداره؟ هتلاقيه متلقح في البوفيه. عايز اقبض على دياب. دياب؟ واني مالي ومال؟ أنا من ساعة اللي حصل لحسام بيه وأنا ماليش أي دعوة بالشغلانة دي، سبته. يعني إيه يا طه؟ يعني خلاص يا سعادة الباشا، أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية. عايز أقبض على دياب. طب يا باشا يعني إديني شوية وقت وأنا هعس، وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها لك. هتجيب لي المعلومات إمتى؟ قول يا رب يا سعادة الباشا. أي معلومة تعرفها تيجي تقول لي على طول يا طه. أوامرك يا باشا. ما تقوم يا دي يا وحده انت اعمل لنا كوبايتين شاي. ماليش نفس. اعمل كوبايه واحده يا معفن. طاهر. ايوه يا سيد الناس. عاوزك تبلغ عمي اني كلمت الناس اللي بره وخليه يجهز نفسه العملية الجديده، وتقول له يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حول عليه قبل كده، لانه الشحنه حتكون على وصوله ظرف ايام. الله اكبر، هو ده الكلام. خلينا بقى نرجع نشتغل زي زمان بدل قعدتنا اللي جايبه لنا الخساره دي. عاوزك تتصل على الحكومة وتقول لهم على مكان وزمان العملية، وتقول لهم انه دياب حيبقى في العملية كمان، ولما يسألوك عن اسمك وتقول لهم فعل خير وتقفل السكة جوا، مفهوم؟ والنعمة الشريفة اني ما فاهم حاجة. كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن رجالتنا كيف؟ انا اقول لكم، عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين، واللي بيفلت منيهم احنا هنخلصوا عليه، وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر. اول هام نخلص من عمي وعياله، ما حدش يزحمنا في الشغل. وتاني هام ما حدش حيطلب تاره منيني. وتالت هام لازم الحكومة تعرف انه دياب اتقتل في العملية دي. فاهم حاجة يا مصطفي؟ ايوه طبعا. اتقتل وما اتقتلش، يعني نعمله تمثيلية على الحكومة عشان نقفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على نظافة. والله وجات لك على الطبطاب يا طاهر، وبكده تبقى رميت للنقيب محمد علام وولاده عظمه يعضعض فيه، ونفذت وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في الناحيتين، ويخللنا الجو واني ودياب ومحدش يقاسمنا في لقمه عيشنا. شهادة الضابط محمد والقوة اللي معاه أكدت إن أنت ميت، والتحليل اللي هو اسمه DNA. أيوه هو ده ما عرفوش يعملوه، لأن الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده، قريب قوي هيعملوا لك شهادة وفاة بإذن الله. أهلا يا أستاذ حسام الهلالي. اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى إنك استلمت حاجتك. حاضر، همضيلك. تفتكر هنا أحسن ولا بره أحسن على الصور؟ كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده إحنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على الصور إن شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعة.
مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي معارفي مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهاردة رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانة كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك، ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، على كل الناس، حتى عليك انت محمد وشايل، مش هنضحك على بعض. صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالي على نفسي. ما تقولش كده يا حسام، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور اهرب، والله يا ماما مقهور اهرب، صبر على نفسي قوي. صباح الخير. ود الهلالي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره، وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير بالاذن. مدي شوية لوك. أي شقة؟ هي دي يا ماما. متأكدة يا لولو؟ أيوة هي دي. في إيه يا مال؟ مالها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله أكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكلة، ما هو ممكن يكون بيأجرها. غرف الإيجار. احنا بقى هنفضل كل الشغل. حسام ازيك يا مان؟ وازاي ملك؟ ملك كانت كويسه لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسه. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انت خايفه مني ولا ايه؟ ولا طبعا خايفه، دي طفله وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزه تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا يا حسام. اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ وان جيت الحق انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع ميه، ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بص بقى متشوق، احلقه عشان خاطر عينيك يا احلقه، اتفقنا؟ يا بنت الغالي سنة وانت طيبة يا سلمى، كل سنة وانت طيبة يا حمد.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Selma. Happy birthday to you. أنا بدور عليك من زمان. فاكر دي؟ فاكرها؟ لو أقدر أذبحك 100 مرة هذبحك. عفارم عليك يا طاهر، اهو قد الشغل ولا بلاش، وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت وما حدش حيقدر يتابعها. مش ناقص غير ان انت تلعب لنا القرد وتوصلنا على بضاعة نجيبها من برا نبيعها وناكل فيها لقمة عيش. يا ريت يا طاهر، بس كيف؟ ده احنا بحاجة لرجال، ده التهريب عاوز له ناسه، مش اي حد يعرف يدخل البضاعة، ده عالم تاني. خلاص ادي العيش لخبازه، هات مهربين بالأجرة يخلصوا لك المسألة دي. دول مش عاوزين أجرة، عاوزين نسبة ما تقلش عن 40% من كل عملية. يا دين النبي 40%؟ وغير كده أنا مضمونش يسرقوني يوصلوا البضاعة للمخازن ناقصة. لا بضاعة إيه دي اللي توصل ناقصة؟ وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حاطين إيدينا على خدنا كده وإحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس بره؟ كل ده مش مهم، المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان. سيدي دياب، سيدي دياب، الضابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجي في كباريه. انت بتتكلم جد جد يا وهدان؟ ايوه. يا سبحان الله، دي زي ما تكون تاهت ولقيناها. هي ايه دي يا طه؟ مش الضابط حسام دي كان شغال ضابط في المكافحة والحكومة رمته في الشارع لما احنا لبسناه قضية ورميناه في السجن؟ قول يا طاهر، انت هتقول لي قصة حياته، عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ان مفيش غيره يا سيدي الناس، هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره. انت بتخرف، بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا ست حكمة، اهدي كده وخلينا نتفاهم بالاصول. حسام ده كان واحد من رجالة الحكومة وعارف ألعبهم وعارف كمان بيفكروا ازاي، يبقى هو اللي يساعدنا، وهو بالنسبة لنا زي جوكر الكوتشيني، نقش بيه وبعد كده نحرقه. ونعرف منين انه حيقبل يشتغل معانا؟ مش ممكن يرفض؟ يرفض كيف؟ عليه سابقة والحكومة رمياه وبيشتغل بلطجي في كباريه، يرفض كيف؟ البلطجة هينة قدام اللي حيعملوا معانا. خلاص يبقى نقص نبضه يا سيد الناس. كلام موزون يا طاهر. موزون كيف يا دياب؟ انت هتقوم على عمره. اسكت يا حكمة، انا قلت حقتله يعني حقتله، بس خلينا نستفيدوا منه في الاول قبل ما نقتلوه. ما لقيتش غير ده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبورين، ما فيش قدامنا حل غير كده. طاهر، اهم حاجه نقطع عيشه من المكان اللي بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا. اعتبره حصل يا سيد الناس. يا مرحب يا حسام باشي، يا مرحب. ده ايه النور ده؟ دي الشركه نورت بدخلتك عليها. والله الشركة منورة بأصحابها. أنا مش مصدق نفسي من الفرح، أنا الودي ودي أفرشك الأرض رملة. إيه يا واد شغل الفواعلية اللي أنت فيه ده يا واد؟ ما تنزل شكارة الأسمنت من على كتفك وأنت بتسلم عليه، عيب كده. نزل ياض رجلك، نزل رجلك عيب. حسام بيه مش محتاج للمحلسة دي، حسام بيه صاحب مطرح. اتفضل يا باشي، اتفضل أفرجك على مكتبك الجديد، اتفضل. اتفضل معاني. اتفضل يا حسام بيه، اتفضل.
اتفضل يا حسام بيه اتفضل. ايوه من هنا. ها ايه رايك بقى في مكتبك الجديد؟ لا لا انا عايزك تقعد هنا، عايزك تجرب المكتب الجديد ده. انا دافع فيه دم قلبي بس والله مش خساره فيك، ده احنا بينا عيش وملح واني لحم اكتافي من خيرك. وجبنا لك كمان سكرتيرة خصوصي. تكنيلة عليك وعلى اندفاعك، دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي. تشرب ايه يا حسام بيه؟ لا على حاجة طيب متشكر. لا ازاي؟ اياكش يا رب بعد ما كمل اخويا ده لا انت شارب حاجة. خلاص 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 شاب انت شاب. هات شاي بسرعة بسرعة. أنا عايزك بقى تورينا الهمة، تورينا الشغل، وأني زي ما اتفقت معاك أول كل شهر هديك في إيدك 5000 جنيه، ولو حبيت تشتري عربية بالقسط أو أي حاجة أنا رقبتي سدادة. الخير كتير والحمد لله. ده أنا ممكن كمان أفتح لك حساب في البنك وأحط لك فيه المرتب بتاعك والقسط يبقى يتخصم منه. ها إيه قولك؟ إيمان. إيه ده حسام؟ دي عربية جديدة؟ إيه رأيك؟ مبروك. الله يبارك فيكي، جبتها بالقسط عشان أترحم بقى من زحمة المواصلات. إيه رأيك يا ملوك؟ يعني الله، وأنت ركبتيها عشان تقولي يعني؟ أمال لما تسوقي هتقولي إيه؟ أنا لسه صغيرة وأنت عارف كده. أنا عارف يا ستي، بس أنت مش هتسوقيها لوحدي، أنا هسوقها معاكي، إيه رأيك؟ اتفقنا. إيه اتفقنا؟ بالمناسبة دي هعمل لكم بكرة يوم رياضي. يعني ايه يوم رياضي؟ يوم رياضي يعني اقصد نحتفل بالعربية الجديدة، نخرج نتفسح نمشى شوية يعني عشان خاطر ملوكة. ولا ايه يا ملوكة؟ هنيجي طبعا. اهو شفت بقى؟ ماشي هتيجي؟ لو مالك وافقت يعني انا موافقة. ايه مالك موافقة؟ طب خلاص انا موافقة. يعني احتمال ماما تبقى موجودة، شاهندة، حصان الصغير، يعني اهو نتبسط شوية. يا ريت. طيب اشوفكم الصبح ان شاء الله. باذن الله. صباح على خير. مبروك. الله يبارك فيك. مع السلامة. الله ينور عليك يا باشي، هو ده الشغل ولا بلاش؟ انت مش عارف فرحتي من ساعة ما عرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة، انا ما جاليش نوم. ايه السلام؟ واشمعنى يعني الشحنة دي؟ ما انا ياما خلصت لكم شحنات، ايه المشكلة في دي؟ يعني فيها ايه دي غريبة يعني؟ لا يا باشي، اصل الشحنة دي زبدة الزبد. زبدة الزبد؟ مش فاهم. افهمك، ما انت لازم تفهم، لان انت خلاص يعني بقيت واحد مننا، ما بقيتش غريب. الشحنة اللي انت دخلتها بشطارتك دي فياجرا صيني متهربة في لعب اطفال. يا نهار ابوك اسود، بقى هي دي البضاعة اللي بتستوردوها من الصين؟ الله ينور عليك، هو ده اصل الشغلانة والباقي كله تمويه. ده انا حوديكوا في 60 داهية. انتوا ازاي تخلوني اشترك في جريمة زي دي؟ جريمته جريمته لا سمح الله. هو احنا قتلنا قتيل؟ دي تجارة. ده تهريب تهريب. انت ناس يا طاهر، انا كنت ايه؟ كنت يا باشي كنت، انما انت دلوقتي حاجة تانية. رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك. وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير، فيه ناس غلابه يا حسام بيه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم ورقبتهم قد السمسمة. اسألني، احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابة دول يرفعوا راسهم قدام مراتاتهم وبيوتهم ما تتخربش. انت اكيد اتجننت في دماغك. ما تكبرش الموضوع يا حسام بيه، ما تكبرش الموضوع واحسبها بالعقل. عقل؟ انت خليت فيها عقل؟ انتوا عايزين نخالف مبادئ ازاي؟ مبادئ ايه؟ مبادئ ايه يا حسام بيه؟ المبادئ دي خلاص ما عادتش بتأكل عيش. بعت
باعه واستفيد بفلوسه بدل ما تصدي جواك وتضطر تبيعها ببلاش بعد كده. انت الظاهر نسيت نفسك يا طاهر مصطفى. انا عمري ما نسيت نفسي، بس الظاهر ان انت اللي نسيت. نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشا بتاع زمان. طاهر مصطفى اني بوعيك يا باشا، اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها. تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومه غير المرمطه وقله القيمه واخره المتمه؟ استغنوا عنك ورموك في السجن. عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض، ما بيخافوش على بعض، انما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض، لان المصلحه واحده. حق مش عليك، انا اللي استاهل ضرب الجزمه اني قابلت اشتغل مع واحد وقتي زيك. ماشي اني واطي، بس يكون في علمك انت مفيش حد هيوظفك ولا هيديلك المرتب اللي انا بديهولك، وخصوصا لما اعرفوا ان انت سوابق. بره الباب ده مستنيك الفقر وقله القيمه، ودول ما بيرحموش حد. اسمع كلامي، اسمع كلامي، وانا خليك تلعب بالفلوس لعب، واخلي الكبير والصغير يعمل لك الف حساب. احسبها يا باشا، بس يا ريت تحسبها صح. حسبتها يا طاهر مصطفى، واموت من الجوع اشرف لي نبيع كرامتي الواحد واطي ووسخ زيك. Thank you.